السلام عليكم. موعد مباراة الرجاء الرياضي القادمة في دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي المصري والقنوات الناقلة للمباراة. تأهل الرجاء الرياضي المغربي إلى دور الربع النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات ب15 نقطة، بينما الأهلي المصري تأهل إلى دور الربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات ب10 نقاط، وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الرجاء الرياضي المغربي والأهلي المصري، ويستقبل الأهلي الرجاء الرياضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم 16 أبريل 2022 على ملعب الإنتاج الحربي في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت الجزائر وتونس، 10 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. ومن المرتقب نقل مباراة الأهلي المصري والرجاء الرياضي على قناة بي إن سبورتس تي تي 3.